قلنا نيو بروجكت شغال دائما نقول له سبيس الوحده كيلو نيوتن متر. بدي اضيف مش الصوره معناها البيم، معناها بيم اليمنت وان دايمنشنال اليمنت معناها، وهي فينيش. بجي بطلع على الاكس واي وبجي كله 3، اول واحد 3.8 بعدين 3.6. كم مسافه؟ 4 مسافات. اذا انا محتاج اعدل هذا شوي فيه. اذا اقول له بالواي زيدها لا بالواي زيدها ل 12 بكفي، وبالاكس ل 15 خلينا نقول، او اقل من 15. قد ايه الثانيه؟ 4 و4 9 13 بكفي، 13 بكفي. هاي بتشوفوا. طيب هاي اول واحد 3، ما بدي ازيدهم، وبعد الثلاثة 6 وبعدين 9، خلص انا الباقي ما بيلزمنيش. هاي كلوز، هاي الدايمنشن بظهره. رقم عمود انا عندي هاي جيومتري سناب جريد، هذا هيك برجع انا من الجيومتري سناب جريد بليت او بيمز. نبي كمان واحد هاي كنترول، في عندي هذا السناب لازم اشغله سناب بيم عشان يشتغل، هذا بشغله بطفيه من عنده هوني. هاي 12، هاي كلوز. هذا الامر هو بحرك النودز، هذا هاي 3 نودز تعلموا. اول شيء اسهل شيء اني احرك نود نود، اجي اقول لهذا هم 3 كلهم 3 سويهم، اجي احرك هذا النود وهذا النود وهذا النود كلهم احركهم 0.8، هذا بصير كلهم بصيروا 3 ما عدا هذا 3.8، بعدين بجي بحرك هذول الثلاثة نود 0.6 وهكذا. هذه اسهل طريقة. بصير انك تعدل من الجدول. بصير تعدل من الجدول بس تراكم الجدول. هاي موف هل بالواي هاي 3.8، هاي موف هاي بالواي 0.6. شوفوا هلقيت شو بدناها، هلقيت بدي اجي على امر الترانسليشن الريبيت، بجي بعلمها كلها بهذا الشكل. هيو امر الترانسليشن ريبيت، بضغط عليه بهذا الشكل بقول لي 3 دي ريبيت، بقول لي كم ستيب؟ 3 ستيب. هاي 3 ستيب، بقول لي قديش المسافات بين الستيب؟ اول ستيب 4.5، ثاني ستيب 5 و3، بعدين 4 و9. طيب بقول له لينك ستيب، يعني تحطش صورة وبالاسفل ما تحطش صورة، لينك ستيب وما تحطش بالاسفل صورة، وباي اتجاه؟ باتجاه الاكس. ايوه هيك واضح. هي بتعلمهم بتقول له ديسبلاي، بيعطيك اياها 4.5 5.3 و4.9، هذه ترانسليشن ريبيت. ما انا قلت له ما تعطيش بالاسفل، هي هذه. لما اقول له بهذا الشكل بقول له اوبن بيز. واضح؟ طيب هلقيت
نجي نعرف. هلا برضه بينفع تسوي له مش كلو بيس بالاتجاه الثاني تقدر تسوي له اياه. هيتعلم بهذا الاتجاه شو تقول له ترانسليشن ريبيت وتقول له قديش بدك. بس باي اتجاه لك تقول له هلقيتها لك تقول له بالزد دايركشن وتقول له اوكي بهذا الشكل. ما هو انا ما قلت له شو اربطهم. هاي نربطهم. كيف تربطهم؟ هاي بالزد لينك ستيب واوبن بيز وبتقول له قديش بدكم مسافات بيمشي الحال. هي ربطهم القاعدة ما ربطهاش. واضح؟ طيب بس يفضل انك تكون شو مسوية مسوي الاحمال عليها وما اعطيه السكيشن بدل ما كل واحد تعرفه. لا هو مباشرة اذا هي متكررة اذا مش متكررة بدك تضطر تمسك واحد واحد وتعرفه. واضح؟ حنرجع لهنا. هلقيت بدنا نجي نعرف نجي لأول عمود. هاي أول عمود. أول شيء لازم نعرف المقاطع. هاي ديفاين وبدي ريكتانجل. شو قلنا الواي دي؟ الواي دي بوينت 3. أول شيء خليني أعرف الجسر. الجسر عبارة عن بوينت 4 بوينت 4 بهذا الاتجاه. هاي بوينت 4 وبوينت 5. هاي قد بعدين نجي لأول عمود اللي هو شو لازم يكون الواي دي بوينت 3 وبهذا الاتجاه بوينت 6 للعمود اللي بعدي بالعكس بدها تصير الواي دي بدها تصير بوينت 6 بوينت 4. طيب خلص خلصوا تعاريفنا لانه هدول زي بعض وهدول زي بعض. نجي للأعمدة. هذا العمود وهذا العمود زي بعضهم اللي هو من هذا النوع. طبعا انت اول شيء تضغط على المقطع بعدين بتعلمه اللي هو بوينت 3 في بوينت 6 assign to selected beams. بتقول له assign تيجي بتعلمه في الوسط. لازم احدد المقطع قبل بالضبط. لازم اقول هيك بعدين احدد ويندو بتحط ايدك على الكنترول عشان يمشي الحين. هي بوينت 6 بتقول له اساين تو سيلكتد بيم اساين تو سيلكتد بيم. نجي على الصوره كلهم مره واحده كنترول بحدد لك اياهم كلهم. لازم نحدد السكشن قبل. assign to selected 50 في 40 assign. خلص هذا صار جاهز. عشان تشوف وتأكد انك حالل صح في 3D rendering. هذا شوف كيف اتجاهه وهذا الاخير والاول كيف اتجاههم. هذا هذا اتجاه البوينت 3 بوينت 6 بوينت 4 بوينت 6 وهون نفس الشيء. واضح؟ هون لا ببينش. هذا بس ريندرينج. بدك ترجع ترجع الموديلينج. لا مش شرط.
شو مشكلة. نجي على السبورت كرييت بين سبورت اد لازم اعلم بعدين مش هذا الامر بعلم نجي صورة مش بدناش اياه بدنا بعلم النودز وصاين تو سيليكتد بيم نودز هكذا بكون خلص هاي بدنا نحط اللود نبدا اللود نسوي حالات التحميل اول شيء لازم اعرف اللود هاي نيو هاي لود ايتم لود كيس دنت لايف واحد لايف اثنين لايف ثلاثة لايف أربعة أنا عرفتهم هذول هم حالات التحميل أربع حالات وقد ما يكون الفريم كبير مش راح يطلع على خمس حالات عين لا مش شرط هو لازم لازم نحط ارثيك ويت بس هذا يعني ادخال الارثيك ويت له شوي معقد لانه لازم تحط الحالات يدوي تاعت الارثيك ويت كلها طيب هل ايكي نيجي على اول واحدة نيو لود ايتم منبر اول شيء انا بديت بالديد خلينا نقول انه عبارة عن 30 بالناقص هذول كلهم 20 نجي أول شيء على 30 يوز كيرسر الديد لود ما بتغيرش بتحمله على كل الفريم نجي على اللايف أول حالة تحميل يوز كيرسر أساين بهذا الشكل راح تكون واحد او واحد لا حالة التحميل الثانية هي حالة التحميل الثانية حالة التحميل اللي بعديها احمل اثنين ورا بعض عشان يعطيني ماكسيمم نيجاتيف واترك وراهم الرابعة هذا الشكل كل حالات التحميل قد ما يكون الفريم طويل مش راح يكون اكثر من خمس حالات بيعطيش لا ماكسيمم بوزيتيف ولا ماكسيمم نيجاتيف بس بيعطي للاساسات اكثر ايش اذا بدك تصمم اساسات اذا شو وين بيعطي ماكسيمم ما في عندنا هذه الحالة موجودة بس الوسط طبعا قبل موجودة ما هي هذه الحالة شو بيعطي ماكسيموم هذا لا ايش بيعطي ماكسيموم هذه الحالة بوزيتيف مومنت صح بتعرف اذا بدك تسوي هذا الاشي حالات التحميل راح تزيد كثير عندك ليش؟
بصيروا اكثر من اربعة. لا شو بده يعطي ماكسيمم؟ لو انت بيعطيش ماكسيمم، لو لو حملت في النص بيعطيش يعني بهذه الحالة. استنى واشوف اياها. خلنا نقول انه رح نصب لنا لايف لود جديد، هاي لود كيس، هاي لايف خمسة احنا وصلنا. لايف خمسة، هاي لايف خمسة، هاي اد، هاي منبر، هاي ناقص 20. هاي يوز كيرسر، هذه الحالة أصدق. آه شو بتعطي هذه الحالة؟ طيب بتعطي الباكس البوستيف لهذا ولهذا ولهذا ولهذا، صح؟ ما هو أنا شاملهم في هذول الحالات. هاي هذا وهذا راحوا، صح؟ وهي هذا وهذا راحوا، خلص. هاي شو بدي أقدر أسويه؟ هيك شو بدي اضطر اسوي؟ اضيف كمان حاله لهذا، هو البوزيتيف حالتين بس، هذه الحاله وهذه الحاله تشملهم كلهم. هيك لو بدي اسوي زي ما قلتوا بدي هون ثلاث حالات، وهلقيت لو كانوا مثلا 10 بنات بدهم يصيروا 10 حالات. واضح؟ اكيد. عشان هيك الحالات التحميل بحمل واحد وبترك واحد. اما هذه الطريقه غلط، هذه ما هذا بتزودهم على الفاضي، ما تسويش شيء. بقدر اشمل انا كل الحالات باني اترك احمل واحد واترك الثاني، معناته هذه الحاله بس بتزيد الحالات على الفاضي، ما بتلزمناش. هي الحاله الاولى، هي والحالة اللي بعديها خلص بتسكر كل حالات البوستيف. حالات البوستيف لو كان 20 نسبان تترك واحد، تحمل واحد تترك واحد، كلهم بتغطوا، كلهم بصير عليهم ماكسيموم بوستيف. النيجاتيف نفس الاشي، هيك لو كان اكثر من فريم نفس الاشي، بحمل اثنين وبترك واحد. لو كانوا 10 سبانات بحمل اول اثنين وبترك اللي بعديهم، بحمل اثنين وبترك اللي بعديهم. كل الاحوال مش راضي، مش لازم يزيد عدد الحالات مهما كان الفريم كبير، عن 5-6 حالات مش لازم يزيد. لود كيسز لللايف لود مش لازم يزيد عن هوني اربعة، حتى لو كان 10 بنات خمسة راح يكون بس مش اكثر. واضح؟ اما اذا بحمل كل سبان بخلصش. انيو نجي على اللود كيس الكومبينيشن، الاوتو كومبينيشن اللي فيها على الفاضي. هذا هذا بس عشان قال يضرب الوان بوينت، يضرب مش انه بيسوي، مش بيسوي حالات تحميل زي ما سوينا احنا، بس بضرب اللايف لود بس بفاكتر لا اكثر ولا اقل، وبجمعهم كلهم. يعني هذا هو قلته الاوتو، فانت لازم تسوي بايدك برضه. كيف لازم تسوي بايدك؟ بتقول كومبينيشن واحد، وتقول الديد في 1.2 واللايف اول لايف في 1.6. هذا كومبينيشن واحد. كومبينيشن اثنين، الديد في 1.2 واللايف اثنين في 1.6 وانتر. كومبينيشن ثلاثة، الديد في 1.2 ولايف ثلاثة في 1.6 وانتر. لازم كل خطوة انتر. كومبينيشن أربعة، الديد في 1.2 ولايف 4 في 1.6 وانتر.
يعني ممكن نضيف كومبنيشن 1.4 واضح. لايف 5 بتضيفها كومبنيشن 1.4 ديد لحاله. هذا ما بديش اياه. هذول هم حالات التحميل. عليك بقدر اسميه 3 دايمنشن اني اني اسوي لينك ستيب اللي 3 دايمنشن وبسوي ران اناليسز اند ديزاين. خلينا نسوي اول شيء 2 دايمنشن هاي اناليسز. هاي بير فورم اناليسز اول هذيك بعد هذيك في الديزاين. بعد ما اخلص اناليسز هذا هذا مش زي السيف. بعد ما اخلص اناليسز بسوي ديزاين هيك برجع على المود على البوست بروسيسنج اوكي بسكر هذه انا مش بحاجتها. هاي الكومبينيشن وهي الانفلوب هاي فيو فاليو بين ريزلت ماكسيموم بدي انوتيت نقل المومنت للعمود. نقل المومنت للعمود واضح. هيك بالديزاين منين الديزاين لازم ارجع الموديلينج واسوي ديزاين وانتبه انه ايش كونكريت ديزاين عشان يعطيني ايش عشان يعطيني اي سي اي. هيو اي سي اي هاي ديفاين باراميتر الاف واي مين بضيفها الاف سي برايم بضيفها وبضيف اني بدي اصمم عمود هاي ديزاين بيم هذا ديزاين بيم وكلهم اخر اشي بخليهم دائما هذول الامرين دائما اخر امرين بكونوا اذا حطيتهم اول اشي الاوامر اللي الاسفل منهم بياخذهاش بنظر الاعتبار. هذه assign to view هذه assign to view design beam لازم اعلم البيمز assign to selected beam والعمدان لازم اعلم العمدان قبل ما احط على الامر. assign to selected beams برضو هاي العمدان هاي هذا للكل هذا للكل هذا للجسورة هذا للاعمدة. سوي ران اناليسيز اند ديزاين نفس الشيء بكون خلص هاي الكونكريت ديزاين. شو بتقدر تسوي 3D شو تسوي له ترانسليشن الريبيت بس لما تسوي ترانسليشن الريبيت البيمز اللي بوصلهم بقى مش معرفهم البيم اللي موصل بهذا الاتجاه هلقيت لينك ستيب واوبن بيز هون بتقدر جيومتري لحال هون مع كل شيء هون الجيومتري اند بروبرتي اونلي لا انا بدي اقول الاتجاه غلط احنا عندنا كان اتجاه باي اتجاه لازم هي ترانسليشن الربيت باي اتجاه بالزد لازم ستيب واوبن بيز وأول خلص هلقيت هذول مش معرفات بنعرفهم هلقيت انت مثلا بدك تظهر تطلع عليه من الاعلى وبدك تغير في اللود تيجي بتعلم بهذا الاتجاه اي 3 دي شوفوه 3 دي عشان تقدر تتعامل معاه بسهوله بتجي بتقول له بس اظهر لي هذا الشكل تضغط هوني بتقول له select view view highlighted only يعني اظهر لي اياه بس لحاله هذا وتضيف عليه لود او بتعدل اللي بدك اياه
بدك تظهره كله في هذا الامر display the whole structure. برجع لك يعني. مش انه بمحاه هذا بس بخفيف. ايوه هاي بيرجع زي ما كان. لا هذه ما اعطاهاش ولا اشي. هذه الجسورة اذا عليها حالات تحليل بسوي حالات تحليل لحالة. ايوه هذولا ولا اشي ما اعطيهم. هذولا هيوم هذولا الجسورة مش هذولا الجسورة. ها هذول الجسورة مش معطيهم ولا ايش. فانت لازم ترجع تعرفهم. هذول الجسورة قلنا له لينك ستيب معطيهمش ولا ايش. انت لازم ترجع تعرف المقاطع اللي لهم. لا بيعطيش بيعطيك العظيمة. بدك فيش برنامج بيعطيك التفصيلة. خصوصا هذه التفصيلة فيش برنامج بيعطيك اياها. هذه لازم يدوي. هذه الكونكشن لازم تتصمم يدوي ولا برنامج بيعطيها. بس اي فيلم لازم يكون فيه هو نفس العمود زي ما قال لك. هو نفسه بيقاوم اللاترال فورسز. ليش؟ لانه العزم قاعد بينزل على الاعمدة. هذا ستيل. اذا كان ستيل بتحط له بريسنج سيستم. اما اذا كونكريت شو بتحط له؟ شير وورد. صح؟ بس ممكن نقدر